الأستاذ ياسين عبد الصبور أمين عام حزب حماة الوطن لمحافظة أسوان على الدور البارز الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إيقاف حرب غزة والعمل على إعمار قطاع غزة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك خلال الندوة الموسعة التي عقدتها أمانة التدريب والتثقيف والإعلام بحزب حماة الوطن مساء أمس. دور السلطات المصرية والشعب المصري طوال أكثر من قرن بندعم القضية الفلسطينية، سواء ما قبل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ثم 48، ثم 67. كل هذه جهود مبذولة من السلطات المصرية والجيش المصري والقيادات المصرية نحو القضية الفلسطينية، لأن فلسطين جزء لا يتجزأ من الشعب المصري. أيضا فلسطين يعتبر البعد الاستراتيجي والبعد الأمني لمصر، عشان كده احنا في كل المناحي في كل المواقف حربا سلما واقفين مع أهلنا في فلسطين، ولن نتخلى عنهم أبدا. السلطات المصرية يعني بأمانة بتبذل جهد خلال الأشهر القليلة السابقة في يعني مد يد العون لكل أهلنا في فلسطين، وشفنا يمكن كحزب احنا يعني القافلات أكثر من 3 قوافل كحزب وديناها هناك، واحنا هنا في أسوان من أقصى الجنوب يمكن ودينا بعض المساعدات لأهلنا، ومستعدين بالغالي والنفيس إن احنا نساعد أهلنا في فلسطين. طبعا القضية الفلسطينية قضية يعتبر دولة مصر والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمامه الأكبر بالقضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية شعب طبعا عزل يستحق المساندة، يستحق ان هو جميع الدول العربية والشعوب انها تقف معه في ان هو يأخذ أراضيه في ان هو يعيش آمن. طبعا يمكن مصر هي من الدول الراعية للقضية الفلسطينية، مصر يعني تضامنا مع القضية الفلسطينية يمكن هي بتحاول ان هي تتحاور مع جميع الدول الأوروبية والدول العربية لوجود حل أمثل للقضية الفلسطينية. طبعا احنا يمكن الجهود اللي بيقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل هذه القضية جهود سلمية وأيضا لاسترداد حقوق الشعب الفلسطيني. هذا وقد حاضر في الندوة الأستاذة ليلى إبراهيم مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات الأسبق، الشاعر نبيل يونس، الأستاذة هناء محجوب موجه الدراسات الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بأسوان، الأستاذ عبد العاطي أبو ترس البرلماني السابق. احنا كمصر معتبرين القضية الفلسطينية أمن قومي لينا، أو قضية مش بنتاجر بيها، احنا بنعملها بحكم إن احنا أولاً دي أمن قومي لمصر عشان على الحدود، وكمان عشان للتعاطف. احنا كمصريين أو كشعب مصري وحكومة مصرية بنعتبر إن كل العالم العربي بالنسبة لنا أمن، وفلسطين بالذات. يعني احنا الأمن القومي بتاعنا بيبدأ من سوريا، أمن قومي لمصر من الحدود بتاعها من سوريا من جبال طروس، فطبعا تبقى فلسطين دي بقى الحدود بيننا وبينها واحد امننا القومي، غير بقى ان دول اخواتنا واهلنا وبيدمروا وبيبعدوا. فطبعا لا، القضيه الفلسطينيه من اول ما ابتدى من اول وعد بلفور ومصر ليها دور. يعني احنا كنا بندرب، يعني كنا بنحتاج، اولا كنا محتاجين على اللي بيحصل ده، ثانيا ان احنا كنا بندرب الفدائيين، لان وعملنا في سنه 46 اتعمل مؤتمر قمه عربي في جامعه الدول العربيه، وكان ايام الملك فاروق، شوف من ايام الملك فاروق من قبل الحرب 48، كان في 46 اتعمل برضه مؤتمر علشان يساندوا فلسطين ويشوفوا الهجره اللي بتيجي لفلسطين، كانت بعد الحرب العالميه الثانيه وكانت الهجره زادت قوي، وكانت انجلترا هي ماسكه عامله انتداب على فلسطين، فكانت بتسهل الدخول اليهود في فلسطين. فكنا عملنا مؤتمر والملك فاروق جاب المفتي بتاع فلسطين اللي هو الحسيني،
ايه عشان ايه يعملوا ايه يتكلم على اللي بيحصل فيه في فلسطين. حزب حماة الوطن أمانة محافظة أسوان ينظم ندوة موسعة حول دور الدولة المصرية من أجل دعم القضية الفلسطينية. كان معكم من داخل أمانة حزب حماة الوطن بمدينة أسوان أشرف عباس، القناة السمنة، قناة طيبة.